اللبن بقى. بالفعل ازاي كانت هذه كلمة الكابتن عريان؟ كابتن عريان بتحب توجه كلمة للجمهور كابتن عريان؟ أنا أحسن مدرب شفته في حياتي. نشكرك كابتن عريان، عجيب جدا. والآن أعزائي تأتي اللحظة الكبيرة، اللحظة الخطيرة، اللحظة اللي منتظرها الملايين. هو لاعب كبير، موهبة عظيمة، والفارق لا ليس كبير على أن يصنف مع مارادونا وبيليه. يأتي هنا يا أعزائي في هذه اللحظة الكابتن العملاق وكابتن فريق صفة اللبن، الكابتن سعيد ميسي. ميسي ميسي كابتن ميسي، تحب تقول كلمة للجمهور بعد هزيمة اليوم 85-0 يا كابتن ميسي؟ كابتن ميسي، الجمهور بده يعرف ماذا حصل بعد هزيمة 85 يا كابتن ميسي؟ الحمد لله، الحمد لله يا رب، الحمد لله قدرت اكيد 30 كون، الحمد لله يا رب، وقدرت هتف، والحمد لله يا رب، الحمد لله كما أنا مهاجم. كابتن ميسي، لقد قمت بإحراز 30 جول في مرماك يا كابتن ميسي. الحمد لله، الحمد لله يا رب، أنا هتاف وهتفت بخط النصر في أنهي كون، الحمد لله. كابتن ميسي، كان بالأحرى أن تحرز الأهداف في المرمى الآخر للفريق المنافس يا كابتن ميسي. المرمى ده اللي هو الكون؟ بالفعل عزيزي هو الكون. كنت أعمل إيه بقى؟ مفروض بانك بتسجل اهداف في المرمى الاخر لا في مرماك يا كابتن ميسي. ما هو الكون التاني بعيد. الكون التاني بعيد، واحنا ليه نروح نلعب عند الكون البعيد؟ ما الكون بتاعنا اهو، نروح نلعب عند الكون التاني. ما احنا عندنا كون، كل واحد عنده كون، الفرقه التانيه عندها كون واحنا عندنا كون، بس احنا بقى اخلاقنا عاليه بنقول لهم تعالوا العبوا عندنا، فكلنا بقى بنلعب عند الكون بتاعنا. بس ممكن واحنا نلعب لك عند الكون بتاعهم، يقولوا لا مفيش لعب هنا، امشي انت اهو العب بعيد. فبنلعب بقى عند الكون بتاعنا، بقى يقف الحارس بتاعنا الكون يعني بتاعنا، ويلعب لنا كوره بطهره كده، كون مشترك، كلنا بقى نجيب اكواد. بص يا كابتن عصام، استنى بقى، انت عايز تتكلم وخلاص اتكلم، بص الكوره دي، بص الحركه دي، وتيجي ورايا بقى تيجي في الكون بتاعنا. يا سلام عليك وعلى مهاراتك يا كابتن ميسي. كابتن ميسي، بنشكرك على هذه المهارات الثقيله يا كابتن ميسي اللي بثقلت بيها الجمهور. وفي الاخير كابتن ميسي، بتحب تقول كلمه للجمهور عزيزي؟ كلمة ايه بس يا كابتن عصام؟ ما هي مشروعاتك المستقبلية يا كابتن ميسي؟ عايز اتجوز. كابتن ميسي، ما دخل الزواج بكرة القدم يا كابتن ميسي؟ عايز اتجوز عشان اخلف عيال عقلة، عشان عيلتنا كلها عبط. شكرا كابتن ميسي، وعلى خير بندعو للكابتن ميسي بالشفاء ونقول له شكرا جدا. واعزائي الجماهير، كانت هي اللحظات القصيرة اللي استمتعت معاكم بهزيمة 85-0 لنادي صفة اللبن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صفة اللبن ايه؟ او 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 صفة اللبن زبادي وجبن، صفة اللبن زبادي وجبن، صفة اللبن نحن ندلل أبقارنا. كابتن ميسي، دي هدية من الجمهور. بس يا جماعة، كل يروح على تمارينه، مش عايزين فرحتنا تنسينا. ده لو عرفوا ان احنا بناخد منشطات هينفخونا. يا ابني دي مش منشطات، دي مهبطات. مهبطات ايه؟ اي حاجه عشان ننسى دول 85 جون. كان ولا ماتش السله. ماتش السله ايه ده؟ احنا لو بنلعب كفره مش هيجيبوا فينا 5. يا ابني ما كانش في كوره ايام الكفره. يا عم بطل كدب، الكوره من ايام فجر الاسلام. والله العظيم. والله على كده ابو لهب كان بينزل يولع الماتش. يا ابني مش ابو لهب، تعرف ان زمان كان الحكام شيوخ؟ ازاي؟ يعني لو انت اتكسرت في ال 18 كان يصفر ويحسبها ضربه جزاك الله خيرا. كان في امان، ما كانتش الدنيا بايظه. يا عم سيبني، سيبني في حالي. خد خد خد. ايه؟ انت ايه المشيه دي مال؟ ايه ده، انت ما شفتش الماتش ولا ايه؟ كنت بتفرج.
بص في كوره جت طايره جيت اخدها على الثابته الحكم صفر الماتش خلص. سبت على كده؟ لازم الماتش يكمل. مش هقدر اتحرك والله. الله يعينك. يلا سيبني في حالي ونبي مخنوق. سلام يا عم. خد تعالى تعالى. انت عملتها على نفسك من الفرحه ولا ايه؟ مالك بتمشي كده ليه؟ انت ما اتفرجتش على الماتش. شفته يا عم انا كنت فيه. طب فاكر الفاول؟ كلنا عملنا ايه؟ وقفنا حيط. وقفنا كده. جريتوا انتوا. ايوه. قلت لكم تعالوا تعالوا. وانا بقول لكم تعالوا. الواد شاط. بس بس ربنا يصبرك مكتوب لك تعيش طفل. معلش. معلش. الله عليك يا كابتن عريان. الله. ايه الخطه والتكتيك ده؟ ايه التكتيك ده؟ التكتيك التكتيك ده اسلوب بتعامل بيه كل مباراه لدرجه اللي انا زهقت منه. بجيب كابتن ابو الركب على الشمال وكابتن شلت على اليمين بحيث ان احنا هنا ممكن نتنطط براحتنا. في خط الوسط بنزل لعرج يشل المنطقه. يشل المنطقه. ما هو اعرج. يا هزيمه 85-0. ده سي في يخليني ادرب نادي بني عبيد وانا حاطط رجل على رجل. بني عبيد؟ ايه ده مش عارف مين بني عبيد؟ مين بني عبيد؟ نبيل عبيد، مكرم عبيد. يا كابتن عريان انت ليه ما بتخلينيش العب في التقسيمه؟ ليه مش عايزني العب في الموتوشه؟ انت بتعرف تلعب كوره يا ابني؟ طبعا بعرف العب. لا اختبرك. اختبر. طيب حاجه مدوره ابيض في اسود وبيلعبوا بيها في الملاعب. حاجه مدوره وابيض. يا كابتن انت بتصعبها عليا ليه يا كابتن؟ يا ابني كوره. صح كورة مدورة وابد. معلش يا كابتن انا اسف والنبي قول لي حاجة تاني. معلش. سؤال تاني. حاجتين مكورتين ابيض في اسود وبيلعبوا بيها في الملاعب. يا كابتن ما تحرجنيش يا كابتن والنبي. مش عايز تلعبني قول لي بس ما تحرجنيش. يا ابني كورتين. حاجتين مدورين. صح كورتين. معلش والنبي. عارف السؤال؟ بعديها مش هتشم الكورة. ماشي. تمام؟ كائن حي ابيض في اسود بيحلبوا منه اللبن واسمه بقرة. تلات كوى. انا عارف كل ده. انا كنت بلعب كوره زمان. انت كنت بتلعب زمان بس بطلت دلوقتي. بطلت ليه؟ بلعت لساني. ايه ده؟ صبر ايه ده؟ انت بلعت لسانك؟ ايوه يا كابتن سعيد بلعت لساني. طعمه حلو. جرب ابلع لساني واتوق. عايز اتوق كابتن. شيخ ماجد. شيخ ماجد. شيخ ماجد. ايوه يا كابتن عرياه. لا 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 يا شيخ ماجد. لا 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 انا عاتب عليك بجد. ايه بس في ايه؟ لا سمح الله. معقول تبقى انت انفراد انت انت والجون؟ سيب الكوره والملعب وتطلع بره. ما اني هشرح لك. انا كنت واقف في الملعب بسبح واستغفر عايش في بلكون تاني. قوم لقيت الكوره جت قدامي وانا لوحدي. قمت واخدها وطالع اجري ويا دوب دخلت منطقه استغفر الله العظيم السكس يارد وبقيت انا والجون. لسه هشوط الظهر وجب اسيب الصلاه واقعد